التحية متجددة والتواصل يستمر في هذا اليوم حيث يسير شوطا جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا التاسع في تعداد أشواط هذا اليوم والخاص بمنافسة الإبكار. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نبدأ مباشرة بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول، وهنا اللي تاتي على المقدمة الأولى على المركز الأول في هذه اللحظات، هذه صاحبة رقم 14 ولا رقم 1 بنديحة. هنا ومشاهدين الأعزاء اللي تتقدم مهابة علي بن طارش بن راشد الكتبي اللي تتقدم على البداية، بينما في المركز الثاني أشوف العزوم سلطان بن راشد برويقده الكتبي، بينما في المركز الثالث اللي تتقدم وتاتي في هذه اللحظات الواصلة بقوة المنطلقة في هذا المسار الجميل ما شاء الله وتبارك الله في هذه اللحظات اللي تتقدم نهب سهيل بن عبيد بن رماع السبوسي، بينما اتابع المركز الثالث اللي تتقدم هذه هي الواريه احمد بن عبد الله بن محمد السبوسي، بينما في المركز الرابع هذه غزوين سعيد بن علي برقيبه الخاطري. هكذا هي النتيجه والنداء للاربعه المراكز الاولى، لكن عوده الى الصداره، عوده الى نهب. الله 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 الله، هذا الاسم الكبير، هذه هي نهب عصدار سهيل بن عبيد بن رماع السبوسي، بينما القادمه غزوين سعيد بن علي برقيبه الخاطري. لكن شوف الوصول، شوف الانطلاق. هناك ايضا احتيال قادمه سالم بن احمد بن محمد الشحي. الامتار الاخير نهب واحتيال ولكن نهب تألقت بناموس هذا الشوط. هنينا لسهيل بن عبيد بن رماع السبوسي، بينما وصلت احتيال لسالم بن احمد بن محمد الشحي، بينما في المركز الثالث وصلت فيه مشاهدين الاعزاء شنداره لسالم بن ناصر بن سالمين ايضا العيسائيه. هكذا هي النتيجه للثلاث المراكز الاولى. التوقيت الزمني دقيقتين و14 ثانية. تهانينا وناموس لمالك نهب سهيل بن عبيد بن رماع السبوسي. تهانينا لك يا نادر على هذا الفوز والتألق التي قدمت نهب بتحديات هذا الشوط. تهانينا لجميع الفائزين.